يلا نشوف فيديو جديد. لولو راح تسوق بسكليت بالبرد والصقيع، وراح تفرجيكم كيف راح تعمل الرياضة الليلة الصباحية بالبرد. وهي جودي كمان عم تعمل مثله وتسوق بسكليتها كمان بالبرد، ولابسة العتاد الكامل، طاقية ولفحة وجاكيت وكفوف والجزمة الشتوية، وجاهزة وعلى أتم الاستعداد مها. يلا جاي. وهي لولو، شوفوا شوفوا، شايفين الصقيع؟ صقيع على الأرض وعلى العشب معبي الدنيا. وهنيك في صقيع كمان ثلج. بدك تفرجيهم الغابة؟ أه؟ هاي الغابة؟ بدي تفرجيكم إياها جودة. إيه يلا تعالوا، جيبوا بس أول شيء البسكليت، جيبوا أول شيء البسكليتات حطوهم على جنب. شيلوهم من الطريق يعني مشان إذا حدا بده يمر. لا فينك بابا، يلا بتقدري. لكن بدنا ننتبه اذا يطلع لنا ذئب او شو. يلا تعالوا تعالوا من هون، ما من هون الدخله، تعالوا كون تفرجوها. يلا شوف هذا مدخل الغابه، راح نفرجيكم هلا شفية جوا. وين؟ هون بيت الزئبة. وينو؟ فين كان هذا الحصير أولدكم؟ ما تلقوا شي بايديكم ها؟ لان هون في اعشاب سامة. شو هذا؟ اوه شوفوا ليكو كل شي مهجور هون. ليكو كل الشغلات مهجورة. ديروا بالكم. شايفين؟ شايفين الاوساخ؟ هذول كراسينو. ليكو الشجره كمان شو عليها؟ ليكو 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 غصون اكل الشجره. يلا تعالوا تعالوا نشوف شو اخرت لها الغابه. شوفي ما تخافي ما تخافي. شو هذا؟ وين صرنا؟ انتبهوا تعالكم الذئب هون وهيك يكون نايم. تعالوا توتو يكونوا معكم حبايب وهيك. تعالوا تعالوا توتو. يلا مشي. ليكو لون وصلنا، وصلنا على الجهة الثانية من الملعب. لهلا جودي ولولو عم يكفوا الاستكشاف اللي إلها. لكن لازم نوص صوتنا، طولوا بالكم، لازم نوص صوتنا، ما تسبقوني يا صبايا. ليكو في طريقين يا ترى، أي واحد رح ندخل بهاد ولا بهاد؟ يلا بس هذا مسكر كأن ما بقدر انا فوت، هذا بس للصغار، طريق كثير صغير. شوفوا انا ما راح اقدر ادخل. بابا نروح على هذا بس نروح هذا. تعالوا تعالوا نشوف هذا الطريق. تعالوا تعالوا جودي مستعدة؟ مستعدة. ما في واحد شيء. ما بتخافي من شيء؟ لا. برافو جودي، يلا تعالوا.
نبتة، هيدي نبتة بيضة. هيكوا شفتوها؟ أنا. هاي. هيكوا مدري شو هذه لونها أبيض طلع على الشجرة. ليكوا شايفين؟ هي هي عن قريب. ما عرفنا شو هيدي. شكلها نبات سام. وانا. ليكي يا بابا لونها أبيض ليكي. شكلها نبات سام لهيك. يا حياتي. ما لازم ناكل منها يا بابا ديري بالك. هي بابي أنا بدي تري منها بلحة بلحة. أي شغلة ما بنعرف شو هي ما لازم ناكل منها احتمال تكون سام. لا إذا أكلنا منها ليكو في منها كتير هون. ليكو في منها كتير هون. شايفين؟ ايه لمسيها بس ديري بالك ما تشدي علي. ليكو كمان في هون تاكل ليك. شايفين؟ هدول الشغلات الزرقاء. والطريق مسكر من هون. تعالوا نشوف من هون شوف شو نهاية هالغابة. اطلعوا. تعالوا شوفوا الطريق الثاني. جودي مشي شوف الطريق الثاني. تعالوا مشوا. مشي يلا لولو فرجينا الطريق. افتح لنا الطريق. افتح لنا من هون الطريق من هون. ايه خلينا نشوف هذا الطريق ما دخلنا منه. يعني هذا الطريق طلع ضيق انا ما بقدر ادخل. لا ليش فتحتيه؟ بجوز تكون يا بابا هي نبات سام. يلا مشوا. كمان ما بقدر انا ادخل من هذا الطريق كمان صغير كتير. بس الاولاد الصغار بيقدروا يدخلوا منه. وصلنا لنهاية الطريق من هون. طلع. واو. شفتوا كيف وين طلعنا؟ طلعنا محل ما كنا عم نسوق البسكليتة. بابا كمان السبابة بلي. كمان استمرة. بس هالمرة لازم اذا بدنا ندخل لازم ندير بالنا ولازم ندخل من الطريق الثاني لأن هذا الطريق عرفناه. بالروضة بتاكلوا منها لهاي؟ أرجيني إياها شو هاي؟ كستنة. هاي بالروضة طلعنا منها كومة زمان. جودي هذا بيت عالم. عم تدقي على بيت الناس تعالي. خلص قطة فاتت لجوا خلص راحت هربت. هاي قطة جبانة طلعت. هاي هيك بابي أنا زيدي طب في مرة تانية ليكو ليكو وهي البسكليتات هنيك حاطينها. ليكو شو ليكو الأرض ليكو الأرض كيف عليها تلج. شفتوا التلج؟ ليكو التلج ليكو هي تلج. تعالوا شوفوا برد بارد. تعرفوا درجة الحرارة ناقص 5.